سبحان الله العظيم، رانا فريق راه يمثل الحضنة، يمثل الحضنة بما فيها، وانظر ما واش فيها الحضنة. يعني حنايا فريق في الولاية كما يقولوا ما عندوش مصاريف يومية، اللي جوار هاك تشوف في رمضان هذا اللي جوار يروحوا يحوسوا غير على المصروف نتاعهم، ما كانش مصروف، لأن خلاونا وحدنا حنا دوك رانا كيل يتيما هذو. دائما يقولوا مناطق الظل، حنا فوتنا مناطق الظل شويه، رانا ولينا كي اليتامى، ما عندنا حنا لا سند ولا ولا معين ولا هم يحزنون. دائما رانا اصبحنا دروك نروحوا كل يوم نروحوا نتسلفوا باه نقدروا نمشيوا باه نقدروا ناكلوا باه نقدروا نوكلوا، ما قدرناش كيما يقولوا نحبسوا، لان حنا ماناش حابين نروح هذا الفريق لهذا العمل اللي رانا نقوموا به حباء منثور. حنا قادرين نشدوا المنتيه في الرابطه المحترفه الاولى ونلعبوا باريحيه ونبريباريو الموسم الجاي ان شاء الله ولكن الوقتاش هذه المعاناه اللي رانا نعانيوا فيها. كما دائما نجم مقرا دائما كل الانصار كل البطوله الجزائريه كل حاقرين بهذه الكلمه حاقرين نجم مقرا، بس ننتبهوا نلفتوا الانتباه تاع الناس، لازم لنا لي ريزولتا وان شاء الله نقولوا هذا الحال. عندنا مجموعه ان شاء الله نرضوا بها التوازن ان شاء الله الاعتبار المقرى ان شاء الله.